ومن المزيد النظر إلى وجه الله في الآخرة، هذا من المزيد، كما في الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله للجميع للرجال والنساء، هذا النعيم مشترك، فمن أحسن في الدنيا أعطي الحسنى وهي الجنة في الآخرة، ومع ذلك الزيادة، وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم الذي هو أعلى نعيم أهل الجنة، فإنهم متى نظروا إلى الله أيقنوا أنهم لم يعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. هذا جزاء من اتقى ربه وحفظ وقته وصلى جوارحه عن محارم الله واستقام على طاعة الله وأناب إليه، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ليجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار.